عبارة عن خبر أو معلومة غير مؤكدة. إذا هي عبارة عن خبر أو معلومة غير مؤكدة، ممكن تكون صادقة، ممكن تكون كاذبة، ممكن تكون فيها مبالغة في نفس الوقت. أحيانها الأشخاص راح تنتقل من شخص إلى آخر هذه الإشاعة وما تطرح خطبة جديدة ولا تطرح نظرية جديدة. ما هي مثل العالم اللي يفكر ويقعد يفكر ايش داري يتقوله وما ايش يقوله وبعدين يفكر ويسوي مبدأ ايش فيه. الإشاعة ما لها معنى، ما لها هدف، ما عفوا إلا هدف ممكن يكون هدف سلبي، ولكن ما هي نظرية جديدة أو طريقة جديدة. لذلك راح تكون تتناول مواضيع هذه ما تجيب شيء جديد للمجتمع، ولكن هي اللي تنور المجتمع. ما هي مثل التجارة ومن الاختراعات. سواء كانت الإشاعة تتناول معلومة صحيحة أو مفبركة أو غير دقيقة، في جميع الحالات لا بد لها أن تحتوي على جانب عام وظيفته إثارة الجدل. يعني مثل فيلم أجنبي، يبدأ فيلم أجنبي اثنين يحبوا بعض، خش أدب ولا تختفي الحبيب، شلون اختفت؟ ما أعرف. راح يبدي الناس تسأل، يمكن فلان أخذ، يمكن فلان أخذ، راح تبدي تنتشر هذه الأشياء. إذا أكو إثارة، إذا أكو إثارة في الموضوع، ليش مفهوم فلان؟ راح تنتقل إلى بيت ثاني، ليش مفهوم؟ راح يصير أكو واحد، أكو إثارة. يمكن راح يوصلون لهذا. أكو إشارة أن نحن بحاجة إلى هدف حتى يكون أكو عدد إثارة الموضوع. خلي جانب الموضوع اللي يكون في حياتنا هو الهدف. فلذلك يمكن في أعتقد يمكن في هذا. إذا ما في هذا الخميس، وحيد الإنسان يبحث حتى يصل إلى الحل. يبحث عن حبيبته في مقر الفيلم حتى يصل إلى وين صار الحبيب. ممكن يكون مقتول الحبيب وما يعرف، لأنه يبعث مشوار المشاعر. إذاً يكون أساس وظيفة جدال أكو نقاش أو موضوع الإشاعة حتى يكون لها إثارة وتأثير بالمجتمع. هذه الإشاعة خبر نتناقله، ممكن يكون صحيح أو مفبرك أو ما له قيمة، بس ما له معنى، ما له معنى. ثاني شيء بينهم جدال وبينهم إثارة. كيف تتناقل الإشاعة من شخص إلى آخر؟ شو راح تتناقل الإشاعة؟ راح تتناقل الإشاعة، راح يقوم مثلا شخص من الأشخاص نسميه سين من الناس، راح يقوم بإبلاغ صار من الناس إنه تلقى هذا الخبر، راح يقول له صار من الناس إنه هو فلان 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 خبر، إيش راح يعمل الصار؟ لا ما هو سبب، راح يشعر بالمخ، راح يجي يفكر هذا الشخص الصار حسب ثقافته، إذا كان ضمير ومثقف راح يحاول يفكر أكثر. مثلا إذا كانت الإشاعة تتناول الوقت الطبي، أكيد الشخص إذا كان طبيب راح يشوف إنه ما ممكن مثلا فلان شيء ما بده ينتج نتيجة تأثير ديدان أو فلان شيء. أو إذا كان عسكري، إذا كان شخص عسكري وهو دعاية عسكرية يقول ما ممكن إنه يخترقون فلان، أوكي؟ إنه عسكري. بس إذا كان شخص جاهل، إذا كان شخص جاهل أو إذا كان شخص ما عنده معرفة كثيرة بالموضوع، إيش راح يقول؟ يصير هذا الحدث حسب تعقيده. لذلك راح يخلي شوية بقرة، شوية كذب، حتى تطلع خزنة. ينقل إلى بعدين إلى عين الناس، وهذا هو أيضا طرح اختيار هذه الكلمات وصيغة حسب معرفته، حسب فكره، حتى ينقل إلى الآخر، وهكذا تتنقل الإشاعة من شخص إلى شخص آخر، راح يزاد عليه كثير من الأمور. إذا طلع سين راح تصير شين، أوكي؟ راح يضاف عليها من كل واحد مكسور ومكسور ومكسور، راح تصير شين. إذا المراحل اللي راح يمر بها انتقال الإشاعة، أولاً مرحلة الإبلاغ، أكو شخص مبلغ، لازم تطلع إشاعة عن شخص، لازم. ما علينا إيش هي نيته، بعدين أعطي إشاعة عن نيته. لازم يكون اكو شخص مبلغ، هذا المبلغ اللي سميناه سين من الناس. راح يبلغ صار مثلا مثل ما قلنا انه تسليم الامتحانات تم سالفتها. الثانية
المرحلة الثانية هي التلقي. تلقي أنا صار هذا الموضوع راح يتلقى الخطوة من سين، لازم يكون لكم التلقي، لازم يكون لكم التلقي شخص آخر. هذا المتلقي راح يتلقى إلى المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الصياغة والتحليل. مثل الطابعة شلون اشتغلت؟ ها؟ وحدة تطبع، وحدة تنزل الأحرف، وحدة تطلع الأوراق، ها؟ أجهزة. هكذا واحد يرضى علم، واحد تلقى، واحد ثاني راح يصيغ ويحرف، بعدين راح يكون اكو مرحله اعاده تدوير ولا شيء. مثل ما نقول مثلا هاي الطبعه كانت سنه 1997 هي اعاده طبعه في 2002. فانا راح اعيد انشر الدعايه مره ثانيه، اعطوا لك اليوتيوب كان في يقول مني، وراح ينشر الدعايه مره ثانيه حسب ما هو مشوفه، حسب ما لقى الموضوع. هاي هي المراحل اللي راح يمر بها الانشاء. البعد الاجتماعي، هذا كلمة البعد الاجتماعي. إذا من خلال هذه المراحل راح نشوف أيضا اللي يتلقى الإشاعة من هو؟ اللي يتلقى الإشاعة الأشخاص اللي راح يتلقون الإشاعة هي أحد. بس طريقة التلقي ممكن يكون بها ثلاث أبعاد. البعد الأول ممكن يكون أكو تلقي نقدي. ما نقي عقلاني، واحد يسمع الخبر يتدخل في الامور، وبعدين ممكن ان يحكي او ما يحكي. ايوه التلقي الثاني هو التلقي العاطفي. شخص راح يتلقى الامور بعاطفته، وراح يسارع نقل المعلومات للاخرين بشكل عاطفي. وهذا الوعد كثير الى مر بحياتي صراحه. يعني اول بعد مثل ما شفنا الاسماء المغيره بها خاصه وقت ما هجروا واحنا على مناطق اخرى المسيحيين، مع ذلك ما تجي مثل ما اعتقد شخص يعني هذا تدبير عادي، يعني عملنا له تدبير عادي ممكن يكون يعني هو صحيح لانه حتى نحكي به اهالي لما قال هذا خلف ايش في ما تقرا شمس؟ ايوه إذا البعد ضمن المتلقين أو المتلقي النقدي عقلاني، هذا التلقي العقلاني مثل ما قلنا إذا شخص يفهم الموضوع راح يتلقى معلومات، يقول مثلا يتلقى كثير من الأمور بمعلومة، راح يقول شلون أنت مثل ما عندك خاطر كثير أبونا ما ينفعش تستخدم ملقى على الكومبيشن، هي أبونا بيخي الوضع، زين هي كانت مخبط في دخي كم يستخدم، اوكي؟ تلقي عقلاني انتقدت الموضوع، حاولت ان اجاوب بعقلانيه، مثلا ابونا نرجع لو ما نرجع اشكر. تلقيت الموضوع لانه قالوا القسام قالوا ما ترجعون او القسام يقولون ارجعوا. فشو راح نتلقى؟ تلقينا الموضوع. طريقكم انا اهلي الشباب راح يرجعون. واهلي بعد فتره راح يرجعون صار موضوعين، انت تفكر وانت بعقلك راح تحاول تشوف ما زلت على اوكي؟ اذا كان عقلك ابونا فاز على الكاميرا مثل ما تكلم عن الاشخاص قال وداعش وصلوا على البيوت وما عرفوش احنا محاصرين البيت، شلون تكون انت محاصر البيت وما عندي حمايه؟ ونطلب من الامم المتحده تتدخل لانه حرقوا الكنيسه الفلانيه والكنيسه الفلانيه والدير الفلانيه وسواها اسمر لأنه تلقى عاطفي وهو قاعد يساوي التلقي العاطفي يكون دائما من منه؟ من نسوان دائما بلا بلا نسوان حتى يأذون على جنب ايه ايه اسرع يعني بعدين اقول لك تلقي محايد اقول تلقي محايد ما هو شخص دائما مثلا تقولون الوزير الفلاني مثلا سعر مثلا 30 مليار راح ينقل الموضوع الى شخص الوزير الفلاني سعر 30 يعني شخص لا يفرق معه ولا يكون معه شخص محايد اي هذا اوكي بالنسبه للدعايه البارحه يعني حتى شويه البارحه كنا في الليل في الساعه 2:30 صار فينا
حاولوا يا جماعة بعد أخونا واحد الناس اللي خلفه شخص إنه يفوتوا من الجماعة ويأخذوا من كل بيت بنت وساعد اللي هو ساب المنطقة حاولوا بس يفتح الشارع قمنا بالليل ساعة وحدة مستخدمة في الدين حكينا مع بعض كان وقت الكيف وقت الكيف شخص العقلاني راح خاب قالوا شو وراك ما يستشير واحد سابق ولا يستشير واحد بامريكا يقول له شو وراك هذا بامريكا فعل شو يعني خابوا يا جماعه التركيز قالوا ربنا الحمد لله ما صار شوي ما شافوا بعض الجماعه ما بشي حتى هذه المناطق كلها رجعوا الى المناطق ما خلوا منها حلو ثنتين ادعاء ادعاء بعدين عيطوا جماعه واجوا وحاضروا كل شيء خلال لحظات شافوا انه شخص بالاشاره شخص صغير الاول ومن الشباب اللي جدا سمع خبر واعتذر قام نزل اعتذار واعتذر ها قام القائد هذه الاذاعه لانه اوريجن بنفس الوقت بس اذا كان مرات يعطون اشخاص هذه من فيسبوك هي فيسبوك كمان يعطوها مثلا انا نزلت الموضوع قبل ساعتين يجي واحد ياخذها بعد ست ساعات راح الفصل حاليا في تركيا، احنا صرنا الصبح انا وياك حاليا. صرنا الصبح هاي الساعة 12 بالليل، ها؟ انت تيجي داخل ما تاكل ولا ساعتين، ايش كنا؟ خلصنا الساعة 2 ونص، الزوج من ليس انا ما عندي مشتري اكل بس انا بيت. فقلنا خلينا نسوي بيت قبل ولا الساعة 2 ونص. بس انا خليت كثير وقت الولد قاعد الولد شعر في ساعة الدروس قلنا لا نتكلم وإن شاء الله قبل الشهر فما تتكلم وصاروا الناس طبعا أبونا ليس يشتكوا في الانتصار أنا شفت في الفيسبوك كانت تتكلم مع أشخاص يقولون أبونا مش موضوع هذا طبعا الناس يخافون وأكثر شيء نسوان البنات ها إذا أنت عايش هذا أحيانا يقولوا مع الرجل واحد فنحاول أكيد نحاول لأن الموضوع ما هي بس ما نستعجل في الحكي الإشاعة فلذلك معالجة الإشاعة في وقتها كان كلش كلش مهم حتى وصلنا إلى المعنى البيض من هو اللي ألف الإشاعة؟ حبيبي شكرا من اللي ألف الإشاعة وليش؟ أول شيء ممكن يكون المصدر للإشاعة شخص عدو العدو ممكن أن يألف الإشاعة وينشرها أكيد العدو راح يدرس الظروف اللي راح تمر بها المنطقة أو الشخص. إذا أنا ما أحبك ها؟ إذا أنا ما أحبك راح أدرس وراك. شوف وأي لحظة راح تتعرض إلى مشكلة أو إلى مثلا ممكن انكسار في حياتك حتى أقوم أنا أطلع إشاعة عنك. ليش؟ لأنه أنت عدو. لأنه أنا ما أحبك. واليوم اذا قسنا مع الاخرين الاعداء الاخرين اللي يعانون يشوفون وضعنا يدرسون وضعنا انا ما ابي اعطي اسئله كثيره لان المقابلات لا تاخذ المثال ولا اقول هذا المحاضره فانا اخاف على رد الاسئله يعني لانه حتى بعض الامور ممكن تكون حقائق بس ممكن اذا نقل بعض الى شخص ثاني ممكن تكون بعدين تصير زعل تصير اشاعه اوكي فاكو امثله إذا قلت أي مثال فماذا أقوله بصير أحكم بعد الدكتور أوكي؟ أرجو أنه حتى ما يكون مفعول المحاضرة سهل. واضح؟ مثلا كان أكو شخص من ناحية الأعداء، أكو أشخاص كانوا يشعرون أنه بيناتنا أنه أسلم خلاص أسلم مضت عليكم أسلم أو شخص مثلا يشعر على الفيسبوك هاي الموضوع مباشرة شلون تخاف الدفاع؟ عن مكان صغير تبدي بعد شوي شوي تنتشر ها؟ لانه اكو عدو ينشر في عالم شوي شوي بعدين يريد يخاف كل المنطقه مثل تقوم بالوطن عن مكان بعدين تفجر كل شيء قريب عنه الشخص الثاني اللي ينقل الاشاعه هو شخص جاهل اوكي؟ وممكن يكثر مرات المجتمعات اللي ما تستخدم عقلها
الاشخاص اللي من هذا الشخص اللي ينقل اشاعه. قد يحاول صديقنا، ممكن صديقنا يعني حسن النية على اساس هو يحب كل شيء، ان يطلع هو عنك ممكن يكون ايجابي، بس هذا الامر هو اشاعه. مثلا انا ذاك اليوم اعطينا محاضره عن الفيزيكاليات وهم اللي قالوا في كيف العمل. مثلا راح يقولوا ابو يوحنا تعليم المدرسه عن جاوة. أقول يا حنا يا ماما النقاش كله يصير رسالة، كل السابع في عسالة ما في رسالة. يجي واحد يقول لك أنا ماما، يقول له أشمع هذا؟ أشمع هذا الموضوع؟ سواء طلب ولا سواء طلب، جينا حكي من ورا شخص جاي. أوكي؟ فحتى هو اللي يتكلم. بس هذا المدى الثاني. ها؟ يساعد من معنويات الآخرين. عرفتوا شلون؟ في من الأشخاص يحاولون مرات يمدحون شخص أو يمدحونه بشكل غير صحيح، فالوقت ما يكتشفون الإنسان وقت ما يكتشف الحقيقة راح يؤدي إلى إيذاء الشخص وبدون قصد. أنا إيش حالي يعني؟ شخص قال عندي هكذا وشخص انتقد، يعني لا هذا رفعني ولا هذا أذاني معه، يعني اثنيناتهم ما فرق. ها؟ بس الأذية شيء عادي، هو مسكين كان يعني ينفع بس من جهه المسكين ما عرف ابونا يوحنا ما كان عنده سؤال. اوكي؟ شخص ممكن اللي يطلع اشاعه هو شخص ذو مصلحه. اكو مصلحه. شوفوا لي اعلان بالتلفزيون انه استخدم هذا المصروف تنظيف والبقيه زي ها؟ لانه اكو مصلحه. اكو مصلحه حتى ينشر انه يشتغل على المصروف عن تنظيف وتنظيف. لذلك لازم يبغي الاخرين حتى يرفع هذا، حتى يشجع انه يكون اكو مصلحه عامه وراء انه يستفاد من ناحيه الفلوس. ايضا من ناحيتنا احنا مجتمعنا ممكن ان ارفع فئه معينه او حزب معين او شخص معين. ليش؟ حتى الغي البقيه. حتى الغي البقيه واحد يكون اكيد يطلع اشاعه من وراء هذه المصلحه. كثير مرات هذا الشخص في النهايه. واضح؟ ارجو ان يكون شخص واضح هذا الشخص. واضح ان الشيء اللي قاله اذا ما واضح ممكن واحد يطلع يفسره بالسورة بالعربي بس بالانجليزي ما الشخص اللي ينشر الاشاعه هنا ممكن يكون شخص جبان. شخص جبان. مثلا اذا مثلا ليش تتطور بعد؟ ليش تتطور؟ لأنه هو بيخاف من الموضوع وما عم بشوف فيريد ينسحب، بس شو ينسحب؟ إذا انسحب ما راح يقول عنه هو مثلا جبان أو ما عم بشوف ما شجاع، ما يقدر يقول ما شجاع، فلذلك راح خوف البقية، من ثم يخوف على ربعه. أوكي؟ هذا الإنشاء. أو مثلا مثلا يقول ما تفيد أي داعي. بالزلمة يقول لك زر خاطئ. كل اللي هو معه كنيسه خاطئ، ليش؟ ليش هو يريد يبرر انه عدم توحده للكنيسه انه البقيه هو خاطئ. عرفتوا شلون؟ من جبنهم من شنو ماجد بكير ماجد بكير من جبنهم اكيد من خوفه وعدم شجاعته يريد انه يبرر موقفه انه يؤذي الاخرين او طلع دعاء الاخرين حتى يبرر. وهذا الشخص ايضا اقوى من هذا الشيء الأشخاص اللي ما شافوا اللي ما اختبروا الحياة اللي ما مختبرين الحياة راح يعيشون هذا الوقت. إذا شخص عدو، شخص جاهل، صاحب مصلحة، وشخص يكون جبل. الشروط الواجب حتى اللي لازم تكون موجودة حتى تنتقل الإشاعة من شخص إلى آخر، أشهر هي نقول لازم تكون موجودة دائما في كانت يعني برنامج والفل الشمعة منورة أنت معنا حتى تكون إشاعة معنا تضطرينا إن شاء الله ما تضطرينا لازم يكون أكو شغل. أول شغل حتى يكون أكو إشاعة يكون أكو أسماء ويكون أكو اهتمامات وشغل. كنا عند نفسنا كنا بدنا نعاني أزمة وهذا الظرف راح يساعد العدو والجاهل والجبان كلهم الاشخاص اللي يشعروا الدعم. هذا يجب ان يكون هناك اسماء معينه تجعل الناس مهيئين
يكون في المستقبل بتاعك عشان تبقى كامل، يعني ممكن يكون لك كرسي، لان هو الانسان هل يسير في الحياه؟ اجاه في الحياه ما اجاه في الجماعه، اجاه في الحياه روحيا في النهايه ما تكون شواهد يلتقي ربه هو بعدين انجاز بعد باقي، بس نروح ان شاء الله راح نشوف لكم مسار. اذا ممكن يكون لكم ثلاث حروب كوارث طبيعيه، يكون لكم احداث تحولات اجتماعيه كبرى، هذه هي الاسماء والاهتمامات المشتركه اللي تخلي الانسان او تخلي الشعب تكون موجودة بين الناس. النقطة الثانية راح يكون أكو غموض. أكو غموض. راح يكونون الطلبة ولا بعض. منو راح يكون؟ الثالث ولا السادس ولا السادس ولا الثالث؟ وين راح يكونون؟ أكو غموض بالمسألة راح ما واضح للناس. فهذا الشيء راح يساعدني أنه أنا راح يكونون في كل سنة. أنا ما أعرف. ما أعرف. فأطلع الشعب يقول لك أنا سمعتها. ممكن يكون كوريستان، ممكن يكون طلبه، ممكن يكون افلام. فانا عشان كوريستان راح يتكلم كوريستان، مش الخطوط. اوكي؟ اقول غموض. هذا الغموض ساعدني انه انا انشر ابداعات بنات. راح يكون الانتشار صعب. الانتشار راح يكون صعب. يعني الاخبار اسرع منطقه تنقل الخبر كالتوصيل. بس التوصيل ما اعرف ايش راح تصير. نعم خمس ما يعمل مشاركة بس لايك يعمل. فأكيد بالخبر يعني بعد الليل ناس هيني شلون أفضل الموضوع ساعة اثنين؟ ها؟ اثنين يقول لك وقبل كانت نسمع عن أكثر هو من قتل الجسد. جسد يجد الضغط بس قتل النفس
بتصير تعيش القلق. اوكي؟ حتى الكتاب المقدس خاف من اللي بيختلوا الاربع حالي والاسامي، اوكي؟ اللي هي الاربع حالي والاسامي، لا تنسى خلاص هاي فاهمه. ابونا يوناشا كثير عن الموضوع. فما ساعدون على نقل هذه المعلومات الخاصه. اسمع الدعايه ابونا يوناشا. اوكي؟ هذا هو لكن قبل فترة واحد يخاطب قال أقول لي افتح هذا الموس. طيب أخذ أبو الموس تليفون قال له أشكو قال له أبو أنا ما مش هيحكي معك بس لا تقدر أحكي معك. معقولة؟ بس انتظر أبو الموس صار أقول أنا ما ماكو شيء ما ماكو شيء ما أنا لا 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 تمام ها وصار يحكي بعدين طلع القصة ما شفتش مباشرة بس سلمت الشخص المعني بعدين إذا نشرت الدعاية إذا نشرت الدعاية ما صارت تعرفون قبل فترة كثير كلمة عن ما عندنا عن داعش ما عندنا سأل موضوع عن داعش وما عندنا شو عن موضوع أهل بلادنا ما في بين طفل من حكم ولا بابا طفل من حكم ولا بس طفل من حكم وعيب على شخص طبعا حكى على شخص لازم يكون عندنا أحسن مني بعد تجي موضوع المعالجة أوكي؟ ايش يقول الكتاب المقدس عن الكذب وإشاعة النبي؟ راح يقول بسفر المزامير، يقول داوود الملك والنبي يوحي إلى يقول: لا أضع قدام عيني أمرا بديلا. ما يفعل هذا أي أمر بديل. لا يلصق بي قلب معوج يبعد عني. ما يتصل بي قلب معوج، يعني الشرير لا أعرفه الذي يختار صاحبه سرا هذا أخطأ مستكبر العين ومنتفخ القلب لا أحترمه عيناي على أمناء الأرض لكي أجالسه معي أو أجلسه معه حتى يجلسه معه السالك طريقا كاملا هو يخدمني لا يكون وسط بيتي عام الغش غش الغش المتكلم بالكذب لا يكذب امام عينيه هذا ما يقوله الله المتكلم بالكذب ما يكذب امام عينيه هذا مشهور في ست المزامير المذكور في يوم واحد من الايه 3 إلى 7 بشكل مختصر هاي واحد عن زمن النبي داود ايضا عندنا قصه ايضا في عن يوسف تعرفون في عالم الاعراف بس صار يوسف صار سبب خلاص من وراء الإشاعة الله راح يحول الشر اللي عمله وفوته وقت ما باعونه بعدين اول شيء ما القدر اللي مع مشروع سامحه نبض الدعاء لا مش ملم بس سامحه ميتا لميتا نزول شكرا لا تشاهدوني الشغله الثالثه اذا قصه يوسف تعرفوها وش هي الاشاعه اللي شافوها اخوته وجابوا عن مقال الارهون انه كانوا يديروا مع فشله وبعدين صار سبب خلاص انه الله ما يترك الشر يشتغل فالله يترك هذا الشر الى اكيد خير خير يكون للاشخاص اللي سببوا الشر يعني اخوته كانوا هم اللي ارادوا تركهم بس الله خلصهم عن طريق هذا الشخص اللي اراد في سفر الأمثال راح يقول سليمان الحكيم رجل الأكاذيب يطلق الخصوم رجل الأكاذيب يطلق الخصومة والنمام الشخص النمام راح يفرق الأصدقاء يفرق الأصدقاء في سفر الأمثال 16 الآية 28 ويقول أيضا فم الجاهل مهلكا له وشفتاه شرك يعني إشراكية لنفسه كلام النمام أشبه كلام النمام كلام إشاعات مثل لقمة حلوة ها مثل لقمة حلوة وهو إذا كلام النمام مثل لقمة حلوة وهو ينزل إلى مقطع الأرض مثل ما ذاك الشيء طيب بس راح يسميه الدنيا إذا تاكله طيب ها بس راح يسميه ينطلق ما عندك أنت من اليمن أوكي كلام حلو محسوب بس مهم
ويقول في مكان آخر بعد بعدم الخطر تنطفئ النار. إذا ما في خطر ما في نار، إذا ما في شخص طلع جعان ما في خوف، ما في خوف من أكو أمور حقيقة. إيه أوكي نواجهها بعقلية. أنا ما قلت إنه ما أقول أنا 100% إحنا يعني إحنا نصلي ونشاركنا معاكم ونشرح معاكم، كنا مع بعض ونشاركنا في النار، لأنه هو اللي حرمنا، هو اللي حرمنا، هو اللي وعن قناعة ثلاثة وأربعين هاو تقريبا وفد يسقطون بالمنطقة وكلها تجي الساحة والشوارع. من يعمل الله يحمي الله الله يحمي وصلوات الناس ما تروح. من يحمي منهم الواسطة الله العظيم، من يحمي صوت الفضل ها الله. بس ممكن يكون في وقت هذا الشدة تجد أن الاختبارات كثيرة جدا، يعني ما أكيد ما تفوتون معنى الاختبار. إذا ما كنا مختبرين هذه الأمور في حياتنا ما كنا وجعلنا أنفسنا وشفنا وين شلون نتصرف وشلون نحكي وشلون نتعامل وشلون نزيد الأكل بالعواصف وشلون نتصرف متعازي وشلون نتعامل مع الآخرين وشلون نحكي على الآخرين وشلون نضيع المي وشلون نخلي المعنى اللي راح يعني راح سبب منه من بعد التجربه. يقول فحم وحيث لا ماء يهدر الخصام. اذا ما كنا ماء، اذا ما شخص سبب مشاكل ما خصام ما مشاكل. في العهد الجديد اشرح يقول الرب يسوع المسيح من كلام الانسان كل كلمه راح تخرج من عندك راح تدان عليك. كل كلمه باطله تخرج من عندك راح تدان. لأنه يقول لأنه من كلامك بكلامك تتبرر من كلامك تدان. من كلام اللي راح تطبقينه هو اللي راح يدينا فرقة فيك إن يجي مادة راح تقول هذا الشيء راح تدان أو أنت تخلص. ليش بعدين الناس يدور ترى في عادة إنه يفشل؟ أنا إذا أفشل إنه يعني أطلع كلام عن الأديان مثلا راح أشحن أشحن أحاول أشوه صورة الأديان. راح ابدي اطلع دعايه جديده عن ادريان حتى اشوف صورته لانه ما تعرف شو ماشي معاه المالتي ها شو ما حاول اسيطر عليه ما يجي فلازم اشوف صورته حتى يبعث حتى انا اسيطر عليه. واضح؟ اذا عندما يمشي الناس في جهه لون ما على الغنم اي لحظه ما يكون مصور ها ما يكون مصور ماشي لازم افشله حتى بعدين انا اسيطر عليه واخليه يصور. ليش؟ لأنه أنا اللي أنا اللي بسيطر، لأنه فلان اللي بسيطر فلذلك لازم أعاقبكم حتى أسيطر. هكذا عندما أراد أن يقتل يسوع لم يجد فيه أي شك، ما شاف أي شك في يسوع. فقال ماذا قال له هكذا حين ثلاثة أيام قليل هو أشهى نفسه. يسوع معكم ثلاثة أيام. فطلعوا حاولوا الكلام وغيره ما غير كلام واحد. مرات يمكن تصدر كلمات عفوية، ما نستغل هذه الكلمات العفوية. واضح؟ ما نستغل. الرب يسوع المسيح أكيد ما كان يتكلم بعفوية ولكن كان يتكلم عن جسده، هم ما استغلوا حتى يشوفوا شيء عليهم حتى يصدروا. أيوة. مع أن الرب يسوع المسيح قال عن جسده إذا، وأيضا وقت القيامة. إيش قال العسكر؟ إيش قال القلب؟ إنه قولوا إنه تلاميذه إجوا أخذوا ينكرون القيامة لازم يكون عندهم شيء بديل، البديل هو قولوا انه اخذكم بالليل خلاص سرقوني فما راح يعمل اي احد فيهم وانتشر الدعاية وانتشر الدعاية بالنسبة لذكرهم انه المسيح ما قام. ف اما فيما بولس في اهل الرومية راح يشبه مثل ما قلت قبل شوية انه خطيئة نقل الإشاعة راح يشبهها كثير من الخطأ. راح يشبهها من الزنا، الطمع، الخبث، الخصام، المكر، كل هذول والنميمة أيضا يعني الإشاعات، كل هذول الخطايا شبه النميمة بكل هذه الخطايا وأعرفوه أنه هي مبغضة من أمام الله،
الله يهدي. اوكي؟ وراح يبغض اصحابه لانهم بدون اقل وبدون فهم ولا عهد، ما لا اصل لا فهم ولا عهد ولا رضا ولا رحمه. كل هذول اللي يعملون هذه القضايا السنة والطمع والخلط والفضل وايضا المشروع الحسد فيما يقول في رومية واحد اللي هو حديث ابي واجع عن رومية واحد الايه 18. وايضا اذا ساوى بين النميمه والاشاعه ساواها مع خطايا الكبرى. نفس الحالة راح يكون في أهل القرآن القصة الثانية، يقول: لأني أخاف أن لا أجد كما أقول. ما أقول زي الخاف. إذا يخاف من الموضوع أنه لأنه تعرفون الطريقة ما أقول زي نشر البشرى ولا أخي إيش يعني؟ يجي عليه. يبشركم كل شيء ينتظر إلى كابوريس، من كابوريس يبشر بعدين إلى باطل. بعد ما يخلص يرجع إلى باطل، يثبت شيء هو بس ماشي شو؟ ثبت على المنطقة بعدين إلى كرابيس ثبت شيء ماشي شو على المنطقة بعدين إلى كرابوش ثبت شيء هكذا يرجع إلى مرة ثانية إلى أنطاكيا ومن هناك ينتقل إلى رئيس ثاني. فبعد رسالة يقول أخاف إنه ما يجيكم مثل ما كنتم مثل ما كنتم أكيد مع بعض مع الأسرار مع المؤمنين مع كثير من المؤمنين أخاف يخوف هكذا يساعدهم إنه يفكرون شلون تحولنا من أشخاص كنا نحب بعضنا من اشخاص ما كنا نعلم من شلون في شيء تقريبا. هاي خلاهم تحت علامه استفهام. ان توجد خصومات ومحاسدات وتحزبات ومذمات ونميمات وتكبرات وتشويشات. يقول اذا كل على هذه الامور انه هي ما مقبوله ان تكون بها. ممكن تراجعوها ايضا في 2 كورنثوس الفصل الثاني عشر الايه 19. اذا الله الإشاعة ينبث النميمة ينبث الكذب كلها في نفس الباب والإنسان تعرفه كثير الكلام عن لسانه عن لسانه كثير الكلام عنه يقول إيش قد هو صغير ها بس ممكن يحرق قلبه إيش قد هو صغير ممكن يحرق قلبه يحرق قلبه يقول إيه ليش أنا بكلم وياك وبعد وبعدين إيه أنا إيش ما عشان وين وين بدأ بعد الرسول وين ما لها يا وين يعني ما هو نفسه يعني في واحد يعني خاطر يقول يا ولد الله هم هم في ناس تفضل اشتاق هم في ناس تفضل ما هو نفسه الانسان دائما يتحرك مبرر حتى يدارك فيه واكو نصوص كثيره ممكن تلحقوني في عن طريق يعني لو واحد يحب يقرا الكتاب المقدس ممكن يكون عن الشيطان وهذا التطور في هذا الموضوع ممكن يكون عن سوء الظن بالاخر ممكن يكون عن الخبث وأكيد عندي شيء أن طلع خبث الإشاعة الآخر ممكن يكون أكو كلام مرضي قدام الله أكرم ممكن يكون أكو نصوص أيضا عن خبث زيادة ممكن هكذا موجود في الإشاعة أمثال كثير من الآيات موجودة قدام المقدس أكيد تأكد مثل أنه الله يبغض هذه الخطية ويعتبر الخطايا كبيرة يعتبر الخطايا كبيرة نترك ابعدونا عن داعش خلونا بيناتنا بيناتنا حتى ما نحكي واحد عن ثاني كلام ما صحيح حتى اذا عرفت واحد سالني سؤال ب عند الرابع قال يا بنا ما غالبك حقيقي حتى اذا حقيقي وبها اهانه الاخر ما منه انت حتى الدين الاخر قال من ليس له خطيئه فليغفر الحاجه هكذا قال من ليس له خطيئه اشهر اوكي بس ما تقدر تكون خطيئه بس ما تقدر اوكي فلذلك يمكن انت تحكي عن فلان وعن فلان وعن اذا كان هذا شخص طلع عن عنه اخلاقيا يقول انت راح تكون امور مخفيه عنك اصلا اوكي اذا شوهت صوره شخص ممكن انت تكون مشوه اكثر من الاخر بس انت دائما تريد منطقه الاخر طلع شعر ان شاء الله اتمنى انه ما يكون كلام بيننا في نهايه يكون عندنا حسن راح اختم ببعض النقاط اللي تفيدنا اذا كان اشاعه بمجتمعاتنا ومناطقنا اشكال اول شيء ان الحذر الصبر من هذا الصبر ما نستعجل الصبر مهم نفتح الفرج الصبر
ويصبر للنهاية هو الموقف يعني فتاس يفوز. اصبر، كن عندك صبر. قد ما زدنا كن عندنا صبر. وأكيد الشخص اللي ما يقدر يخلي كلمة قلبه ما ممكن يصبر. لازم نعود نفس الشيء. كن عندك إرادة قوية. حلو. اثنين، نواجه انفعالاتنا السلبية. ما ننفع القوة والجسارة تكون انفعالات تصدر مباشرة. بس معناتها أخذت إيش هو؟ واحد. أو مثلا إذا سمعنا عن فلان شخص مباشرة، إيه فلان شخص مازن فلان شخص مازن مازن، على كيف؟ أنت ما تفكر إنه هذا شخص مازن حتى تحكي على الإمام، انفعالات سلبية مباشرة تصدر عنا وممكن تكون بجسارة حينما نسمع أي خبر غير مؤكد عليه. ثالث نقطة، المفترض السلبية. سمعت إنه رجل عنه مازن. يا حكي انت حتى اذا ما كنت تعرف او اذا ما كنت تعرف وجود سمعت انه انا ما زين او وجودي ما زين ما تقول انه ما زين تاكد وما لك حق ايضا تقول ما زين لازم يكون عندك حسن النية للاخر ويلي لكن هذا خيار ويلي لكن هذا خيار لكن هذا خيار لكن هذا جميل ايوه صح أكيد من الحكمة رابعا أما نصدر أي سلوك يستند على معلومات مضلة أكيد تكون معلومات غير صحيحة إلا أكيد لازم نكون أقوياء في هذا الموضوع نكون أقوياء ونخلي معلوماتنا ما تزرع في النقطة هذا المعلومة بدون ما نتأكد منها إذا كانت معلومات حقيقية صحيحة إجت المعلومة لو خبر مدير التربية أو خبر مدير التربية قال لي ربنا لازم يمتحنون قوة خبر هو حقيقة لازم نقول للآخرين ها؟ أتأكد من عند المدير الثانوي وأتأكد من مدير المدرسة وبعدين أشوف عارف يعني ما أقول إنه بالنسبة كأنه يمشي لا أقول إنه ينتبه على الكلام متأكد منه وبعدين نقول بشكل صحيح إذا ما متأكد بس سمعت فلان قال تفرع على اسم خمسة إذا ما كنا متأكدين وما كنا نعرف ما عندنا علم فيه من الموضوع عندنا موضوع عندنا نقطة سوية من الوصف خامس نقطة هي الصمت الصمت مهم لأنه يقول أحد التفسير الصمت يتكلم عنه ما بالديجيتال بالحياة بالثرثرة بالحياة ها الصمت راح يتكلم عنه وإن شاء الله راح يتكلم بحياتنا وما راح يكون له شيء لا على منطقتنا ولا بيننا ما
تردد سنة العميد مثل ما عملوا الدكتور أولا
يفرح لما يسمع اخبار عن غيره، وهيدا مخدش يمنع يعني مو من اخلاقنا المسيحيه، منا من اخلاقنا، منا من شبابنا، منا من كتاب المقدس. قال ابونا عطى مثال يسوع: من كان منكم بلا خطيئه فليرجمها باول حجر. ليش انا بدي كون من المساعدين؟ ليش ما بدي كون الاشخاص يلي ينفوا هيدي الاشاعه؟ ليش انا بدي ساعد وتتطور حتى اقضي الاخرين؟ إن مين بحكي عن الكتاب المقدس؟ ونفسيا هي عمليه اسقاط لحتى اخبي عيوني انا عم شوه صوره الاخر. وبعدين اقول الانسان يستسيغ للشر اكثر من او للسلبي اكثر منه للخير. يعني في امثله كثير على الموضوع، بس رجاءنا لكم انتم كمسيحيين اولا وكاشخاص صحيحين عقليا ما لازم لا تصدقوا ولا تروجوا ولا ابدا خلص مجرد حدا قال ما اوكي ما بيهمني الموضوع. الشخص اللي عم يروج للاشاعه اللي جاي عم اللي سمعت شو قال سمعت ما بدي افهم الموضوع ما بيهمني الموضوع. فليكن هذا الموضوع مثل ما اوكي وين المشكله؟ وين المشكله انه اخذوا غير ما عملناه من حجر؟ اهم ولا الانسان اهم؟ وين اهم من طلعوا المسيحيين من الموسم ولا نحافظ على المسيحيين؟ وين الاهم؟ قال يسوع: سياتي وقت عليك الحجاره الجايه فما تفقدوا صوره الله منكم، ما تفقدوا صفاتكم كمسيحيين، هذا اهم شيء. ما تصيروا ناس علمانيين فارغين من الله لحتى تكونوا لحتى تكون هالاشاعات هي اللي عم تحركهم هي اللي عم تخليهم يعيشوا. خليكم ايماننا اقوى من كل هذه الاقاويل. الفاضي بالمقام. طيب احنا اللي شغلنا انفسنا باشعار بنشاطات مختلفة ما راح يعني يبعدنا عن هذا الشيء. طيب انا اليوم يمكن في مرض الموضوع بس قبل يوم اثنين كان عندي لقاء مع الاخ وسام وابونا بشار كان يحكي عن التنظيم. يمكن دخلتوا الموضوع بالمحاضرة لكن احنا اذا نحاول نعطي من وقتنا شوية نفكر بغير اشياء عدا انه نحكي وبس نحكي نحكي لان ما عندنا شغل اليوم راح نطلع برا نشوف ايش هي الاخبار. طيب انا ليش ما اعملي شغل برا بدون ما احكي عن اشخاص او اشوف الاخبار؟ أكيد يعني الفراغ راح يخلق راح يخلق يكون في شعر هذا واحد. شغلة ثانية دائما الإنسان لازم يشوف نفسه في الأعمال. أول شيء علاقة صعوبة، عارف ليش؟ أكون مفروض في البداية في شغلة ذاكرة إلى كل مرة، كان إيش هي من أمري من أمري بس إذا حاولت أول مرة فوت بعدين الشغلة تنسى نفسه. لأن كل يوم بيطلعوا من المساكين المفهوم ما يكمل. يعني الجماعة اللي المفهوم شغال ما يكمل خلاص معي. أو الشخص اللي يشتغل يساعد العوائل النازحة ما عليكم. تليفون واحد جميل كان معنا ساعدونا على بعض الأغراض فسلمنا الأمور للأشخاص الأطرار. ما بدك ما ننظر أكواب بالبداية خوف من عمل أو صعوبة بس نفوت بالعمل ما ننسى. اليوم احنا الشيء اللي عملناه اللقاء اللي عملناه في من الأشخاص شوية ما كنا طمعان فيها شو هي الدار؟ ما كنا يعني حاطين فينا شو المقابل؟ شو هي الدار؟ قبل ما يجون كانوا شويه مدمرين نفسيا. ليش؟ اللي يسمعوا كلام مشجع ما بتشجعوا. اذا سمعوا مقابل كلام ما زي ما كان عن المنطقه وعن المرأه بعد تدمروا نفسيا. بس لا 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 يعني لا داعش حتى مع وقت معنا رفعت معنا الشخص ولا داعش حكى وقت ما الشخص الثاني دمرنا. احنا بيناتنا دمرنا نفسنا موصل من الاماكن اللي راح بالجماعه اكثر الامور اللي ساعدنا عليها هي الاشاعه. عبارة جاي خماسي ماسنجر هذا اسمه رجل حديدي جاي وكل اللي يخافون يكونوا قدام جاي خماسي فما هو رجل الحديد النفسية الفراغ
هذا الشيء. والعمل بعد اذا لا صور ليس بس لازم ان يكون عمل يشتغل. فاحنا نحاول بالمحاضرات شويه نحاول اكيد بالرغم من الشباب اللي يكونوا حاليا بنشاطات شويه نحاول وانا بيطلع ببالي يجي دورهم. اوكي؟ اعمل شيء نشاط. نمشي بالشارع، نصلي بالشارع. كنا نفترض يعني لازم يكون اكو حل. انت ظروف حل. روح طالب في مكان. ريح عليك، طالب في مكان. قليل، وقع، شوية انتهى عليك. اوكي؟ شوية يكون اكو حل، مهما كان محطوط انه غرفة خلاص. لأنه دائما الفراغ يخلط الشارع. يخلط يصير مع الوزن. يمكن يمكن ها آه. يمكن يمكن النفسيه يقدر على الشخص ماشي ما في شيء ما يمكن ما يمكن لا خلي ما اعرف واحد قال القسام منع الكتاب والطعام الغسان قال لهم الملاحظات راح تصير الضرر. الغسان يقول بعد ما كنت لازم امثل على الكذا. الغسان قال الغيابي يابي اني ما وافقت لك دور المطلوبين. في شيء كثير تسمعه دور المطلوبين. في شيء كثير تسمعه اسمعه بالكنز. معقول يعني يا اخي لوين وصلنا يعني؟ لوين وصلنا؟ معقول يعني؟ معقولة؟ اكو شخص معي هو شخص المعلم وين هو الكنيسة؟ معقولة الكنيسة يوم من الأيام خبي الإعلان معه؟ لا احنا نسوي إعلان في الفيسبوك إعلان والله حتى ما البلدية وما المي وما لا يطلع الكنيسة. معقولة إعلان مالتها ما طلع الكنيسة؟ تصير أنت ما شايف الكنيسة بحياتك تيجي تقول له صار براءات الظهر. سيدنا إيش قال؟ قال براءات العصر ممكن اللي يحب يقول ظهر إيش ممكن يكون اكو براءات العصر اللي واحد ما يريد يعني حفله يكون اكو كيف وكيف وهي تشجع ايش بس ما عندنا ما لازم ننتبه نسمع كلام مثلا اهل الاستراتيجية قلت لها ما نطلع مع ايش بل فاتح مع الكرة على كل الامور المادية حتى اللي ما يوصل يراه شيء الله يعوض تماما صار ما هو شيء اكيد مهم المعيشه واكيد هو جزء من حياتي ولكن السوء الحقيقي هو جزء من الكنز الحقيقي هو الكنز الروحي اللي راح تنتقل بيه الارض اذا انت شايل تعرفون القصه اللي فات مع انه كل شيء هذا وين؟ هاي ما تمشي منها هاي عملتك ما تمشي منها اكو عمله ثانيه هاي لازم في من الله يحفظه ويخليه. إذا ما عندكم أسئلة نشكركم أكيد نشكر أبو العزيز على الحضور والشرف نشكر الرفقاء أكيد نشكركم جميعا وإن شاء الله كلمة اللي راح تنقال ما يمكن تشرب ما أدري على تشرب كلمة طيبة المشجع عندكم رسالة رسالتكم تسمعون اتفاق تعرفين أنت البيت أو الرجل أو المرأة يعرفون البيت إنه أنت ما عندك ما ظنك عندك فلوس بس دائما حاول تشجع بحر من عجيبة ما تقول ما عندك فلوس ما تقول اذا قلت ما عندك فلوس ممكن راح يتخذ تدابير ممكن يروح يسرق ممكن يوقف مثلا يتزوج صار غلط ممكن يزعل ممكن يضرب رفضه وما يحكي معه بس انت كاب وكلام عندك دور انه تشجع بحر انت ظنك اليوم اكيد راح تشتري فلوس او واحد بس اوكي؟ لانه دائما انه تشجع الاخر وتحفزه وهذا هي شغله مهمه. نفسيه الشخص انه تشجعه فيه حتى يستمر بالحياه، لان اذا استمر نفسيا هي راح تقع بخطيه كبيره في الخطوره على الاخر من ناحيه تاديه نفسيه وجسديه وروحيه. نعم. شكرا. تفصلي. بالنسبه للقائد الكتاب المقدس لأن العلاقات مقبولة يعني كل ساعة أربعة ونص عذرونا يعني تجون أي ساعة أربعة ونص تجون من لقاء الكتاب المقدس ما احنا نعمل إعلان بالكنيسة خلينا نتفق نقول احنا نعمل بالكنيسة سبحان الله ما تقلقنا معنا
وعلم العراقي يرفرف عاليا ونجماته عبو السماء ونجواته